السلام عليكم، محمد بوسالم مخرج سينمائي. فوالا مشاركتي ان شاء الله في فعاليه مهرجان ديال مكناس بالتليفيلم ديال النسيبه اللي مبطوله عزيز الحطاب، دنيا بوطازوت والاستاذه الوشي. هو فيلم كوميدي اللي كيعالج واحد مجموعه ديال المشاكل اللي كتخص الازواج في واحد القالب كوميدي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتحياتي لكم. سعيد والشريط الذي تبعنا حتى قليل هو أيضا من إنتاج القناة.